قصر الراجح المهجور. وش سالفة هالقصر يا جماعة الخير؟ القصر هذا مهجور من عام 1410، يعني تقريبا له 35 سنة. القصر كثرت عنه الكلام انه مسكون وان فيه مشاكل، كل واحد طبعا يجيب من راسه، ما في احد يعني جاب العلم الاكيد، لكن اغلب الناس يعني قالت انه مسكون، والله اعلم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا البدروم ما حد يدخل، صعب صراحة، حتى واحد شوفه كانت بالخطر، شايفين كانت بالخطر لا حد يدخل. يلا بنكمل باقي القصر، اصور لكم الباقي. طبعا هذا ملحق خارجي. بعدين مكان فاضي، جاي يعني على قمة مرتفعة كذا، ما حوله أحد، مرة القصر ما حولك أحد. بسم الله، شوفوا كيف من جوا في أصوات طيور، حصلت الله يكرمكم كلاب، جمع فيه كلاب كثيرة، والله هو فخم القصر، فخم فخم. شوف كيف، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف كيف النافورة الحين. شوفوا كيف الطيور فوق، شايفين؟ شيء غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن لو تجي في الليل ما تقدر تخش، فيها أصوات كذا طيور، بس ما في شيء يعني غريب، ما سمعت لا أصوات ولا شيء إلا أصوات الطيور. الكلاب كانت بتجمع كثيرة صراحة فيه، الله يكرمكم. شوفوا في كيف تحت البدرو، يا ساتر. والآن خلونا نطلع لكم بالدور الثاني. بسم الله، مشكلة في بعض الأدراج طايحة، عرفتوا ما تقدر كن مركز. وهذا الدور الثاني، ونقول بسم الله خشينا على الدور الثاني. وهذا الدور الثاني، غريبة والله قصر بهالفخامة، شوفوا كيف فوق. طبعا اكثر الناس اللي تكلمت يقول انه ترك بسبب الجن. بسم الله، يقاد والعلم عند الله. شايفين كيف؟ لا اله الا الله، يعني متعوب عليه. وهذا السطح يا جماعة الخير، السطح رائق صراحة. شايفين هذا كله السطح؟ طبعا أطلاله، شوفوا ذيك على القصر كامل تحت، شايفين كيف؟ شوفوا كيف الأطلالة الآن، ليش مكان مرتفع جدا، القصر مكان مرتفع. طيب الآن عطنا علم يا عبد العزيز، شفت شيء؟ لاحظت شيء؟ للأمانة لا، ما شفت شيء ولا لاحظت في أي شيء غريب، لكن البدروم هذا ما قدرت أدخل.
حتى واحد كاتب خطر شوفه تحت لا حد يدخل. سمعت منه أصوات. أصوات إيش؟ ما أدري الله، ممكن الله يكرمكم تكون من الكلاب اللي شفته وأنا داخل، يمكن شيء جائز. لكن البدروم هذا ما هو مضبوط يا جماعة الخير، فيه بلأ.